بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما يوسع علم الله. أما بعد، من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للعلامة محمد بن قاسم الغزي، والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين. كنا وقفنا على سنن الصلاة بعد الدخول فيها، هذا كان في شهر رجب، ثم أخذنا أجازة، وده أول مش واقفين إحنا كده مظبوط؟ سنن الصلاة بعد الدخول فيها، لأن انتهينا من سنن الصلاة قبل الدخول فيها، وهي الأذان والإقامة. يعني سنن الصلاة قبل الدخول فيها أن تؤذن وتقيم، أما سنن الصلاة بعد الدخول فيها، يقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: وسننها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح. هو الشافعية بيقسموا سنن الصلاة إلى أنواع، أبعاد وهيئات. يبقى السنن عند الشافعية، سنن الصلاة تنقسم إلى أبعاد وهيئات. الأبعاد لو نسيتها تسجد للسهو، والهيئات لو نسيتها لا تسجد للسهو. يبقى التقسيم من حيث احتياجك لسجدة السهو، لسجود السهو لو نسيته، لكن هي كلها سنن، ليست كل السنن إن نسيتها تسجد لها للسهو. فالسنن التي لا تسجد لها للسهو بيسموها الشافعية هيئات، والسنن التي تسجد لها للسهو إن نسيتها بيسموها أبعاد. والأبعاد اللي هي التشهد الأول والقنوط في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية جهرا، وكذا في النصف الأخير من رمضان في الوتر. يبقى القنوط عند الشافعية في الفجر يوميا طول العام بعد الرفع من الركوع جهرا. والشافعي خد برواية صحيحة روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من أهل السنن، عن سيدنا أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى توفاه الله. فالشافعي قالوا إن ده آخر العهد، فأخذوا به وجعلوا القنوط في الصبح مستمر على طول السنة. ده رأي الشافعي. والقنوط في الصبح مشروع عند المالكية أيضا، إلا أنهم أخذوا برواية الإمام لسيدنا أنس بن مالك رواه الإمام البخاري، أنه كان لما قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، اللي هم حصل فيها قضية بئر معونة والقراء، فسئل أنس بن مالك كيف كان يقنط؟ قال: بعد القراءة وقبل الركوع. هذه الرواية صحيحة في البخاري، فأخذ بها المالكية وقالوا أن القنوط يكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة من الركعة الثانية، وقالوا يكون سرا للإمام وللمأموم. هذا مذهب المالكية. ولو فاته يسجد للسهو أيضا عند المالكي، لكن الشافعية أخذوا برواية ثانية في البخاري أيضا لسيدنا أنس بن مالك قال: وكان يقنط بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. فالبخاري في روايتين، أخذ المالكية بأحداها، والشافعية أخذوا بالرواية الثانية لترجحها على الأولى، لأنها توافق روايات أخرى بأسانيد أخرى. أما الأحناف والحنابلة فعندهم القنوط في الوتر طول العام،
وليس عندهم قنوت في صلاة الصبح. هذا مذهب الأحناف والحنابلة، ليس عندهم قنوت في صلاة الصبح ولكن عندهم قنوت في الوتر طول العام. الشافعية عندهم قنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط، يعني من أول ليلة 16 في رمضان الشافعية يقنطوا في الوتر إلى أن ينتهي رمضان، بجانب قنوت صلاة الصبح اليومي. التشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي فيه، ثلاث حاجات لو نسيت واحدة فيهم تسجد للسهو عند الشافعي. لو نسيت واحدة في الثلاثة دول تسجد للسهو. التشهد الأوسط يعني في الركعة الثانية في الصلاة اللي هي ثلاثية أو رباعية، ده اسمه التشهد الأوسط. يبقى يسن التشهد الأوسط في حال الجلوس قبل القيام للركعة الثالثة، ويسن أيضا أن تصلي على النبي فيه. يعني عند الشافعية لا ينتهي التشهد الأوسط بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو عبده ورسوله، ولكن لازم تقول اللهم صل على سيدنا محمد، كده انتهى التشهد الأوسط. تقول الله أكبر وتشتغل في الركعة الثالثة. لو قلت التشهد الأوسط وما قلتش اللهم صل على سيدنا محمد تسجد للسهو. خدت بالك؟ عشان تعرف بس ايه مذهب الشافعية ماشي ازاي. طبعا احنا عند باقي المذاهب لو ما صليتش على النبي في التشهد الأوسط ما يجراش حاجة ولا تسجد للسهو ولا حاجة، لأنه بينتهي بالشهادتين. لكن الشافعية عندهم لابد أن تجلس للتشهد الأوسط، ولابد أن تقرأ التشهد الأوسط في حال الجلوس، ولابد أن ينتهي التشهد الأوسط بالصلاة على النبي دون الآل. أما الصلاة على الآل ففي التشهد الأخير، سنة في التشهد الأخير قبل التسليم. لو جلست للتشهد الأوسط وسهيت وقرأت الفاتحة مكان التشهد، تحصل ساعات الواحد يبقى سرحان وتعبان فيلاقي نفسه قاعد بيقرا في التشهد الفاتحه وقال الله اكبر وقف، وهو بيقول الله اكبر وبيقف افتكر ان هو كان بيقرا الفاتحه، يبقى عليه سجود سهو في الاخر بالرغم انه جلس لانه لم يقرا التشهد الاوسط حال الجلوس. واضح؟ يبقى لابد انك انت تقرا التشهد الاوسط حال الجلوس، فلو جلست ولم تقراه عليك سجود سهو. واضح؟ والصلاة صحيحة، وسجود السهو عند الشافعية يكون قبل التسليم مطلقا. والقنوت لصلاة الصبح أيضا، إن لم تقنط لصلاة الصبح نسيانا أو حتى تعمدا تسجد للسهو. ولو كنت مأموما خلف إمام لا يقنط، الشافعية يسجد للسهو، يتابع الإمام ولا يسلم مع الإمام، بل يسجد للسهو ثم يسلم. فإن لم يسجدوا للسهو وتبعوا الإمام إلى آخر الصلاة، الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة، يعني افرض صليت خلف حنفي صلاة الصبح فلم يقنط وبعدين سلم وجيت أنت شافعي سلمت معاه ما يجراش حاجة، صلاتك صحيحة. لكن الأولى إنك تسجد للسهو وتسلم مراعاة لمذهبك. لو وجدت نفسك لو سجدت للسهو هتبقى مشكله، وانت دلوقتي الناس المصريين بقوا اكثر لماضه في المساجد وقعدوا يتلمضوا كتير، فدرءا لهذه المجادلات اللي بتحصل فما سجدتش للسهو فبها ونعم، لحد ما الناس تحترم الخلاف المذهبي، لان دلوقتي الناس بقت ايه لا تحترم الخلاف المذهبي، هم عايزين يبقى الدين مذهب واحد. طب اي مذهب؟ مذهبه هو بس، مذهب المخالف، فده ما ينفعش. طول عمر المسلمين مذاهب مختلفة ويحترموا مذاهب بعضهم البعض. درجة الإمام الشافعي لما صلى في بغداد في مسجد الإمام أبي حنيفة في صلاة الصبح قدموه إماما فلم يقنط بالرغم أن مذهبه يقنط، ولم يسجد للسهو، فسألوه عن ذلك فقال احتراما لهذا الإمام. فالاحترام كان وارد بين الأئمة الكبار، إنما بين المقلدين المتعصبين بيحصل بعض الخلافات، فنرجو ان احنا ايه نزيل هذه الخلافات.
فبيقول هنا ايه؟ وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الاول والقنوت في الصبح، اي في الاعتدال الركعه الثانيه منه، وهو لغه الدعاء، يعني معنى القنوت لغه الدعاء، وشرعا ذكر مخصوص وهو اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا الوارد عن النبي المشهور اللي كل الناس بيقولوه في صلاه الصبح في القنوت، وايضا في الوتر بيقولوا نفس الدعاء. والقنوت في اخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ولفظه، ولا تتعين كلمات القنوت السابقة، يعني مش شرط في كل قنوت ولا اللهم اهدني فيمن هديت، ممكن تدعو بمطلق دعاء وتنهي الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت. القنوت المهم فيه انك تراعي الثناء على الله والدعاء لك وللمؤمنين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، عشان يبقى قنوت كامل. فلو جبت آية فيها ده كله بها ونعم، زي ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم ده ثناء على الله. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بدعاء لك وللمؤمنين، وتنهي هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حلو قوي، يبقى قنوت جميل بآية واحدة وتنهي بالصلاة على النبي، لا بأس. لا تتعين ألفاظ القنوت اللي هي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. طبعا لما بتبقى قنوت جماعة وانت إمام بتقولها بلفظ الجماعة، لما بتكون منفرد بتقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت إلى آخره. عند السؤال في القنوت لما تطلب خير بتبقى ايه؟ كفك للسماء اللي هي قبلة الدعاء، ولما تستعيذ بالله من شر تقوم ايه؟ تخلي ظهر كفك الى السماء. كويس؟ يعني مثلا ايه؟ قنا السوء، تروح قالب ايدك كده اللهم قنا السوء، يعني حط عنا السوء. اللهم اغفر لنا، تطلب المغفرة يبقى ايدك لفوق. هذه هي السنة. يبقى عرفنا سنن الصلاة بعد الدخول فيها أولا اللي هم دول الشيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح. هيئات الصلاة هي سنن أيضا، لكن الفرق بينها وبين السابق أن هيئات الصلاة لا يسجد للسهو إن نسيتها أو تركتها عمدا، حتى يفوتك ثوابها بس، لكن السنن الأولانية لو نسيتها تسجد للسهو. أيوة. طيب فيما يتعلق مثلا ببعض مبالغ فيما يخرج احيانا، هل في مذهبهم كده؟ لكن هو ما ان فقه الرجل ان يتجوز في الدعاء وان يدعو بايه؟ بالمجمل ولا يطيل، خصوصا ان كان في الجماعه والناس واقفه، ده من فقه الرجل. لكن شاع في هذا الزمان حب الإطالة في الدعاء لدرجة يقعدوا يبكوا الناس ويبكوا اللي ماشيين، وبرضهم بيبكوا الناس يمكن من كثرة طول الإقامة أكثر من التأثر. يعني بيبكي مثلا عشان ده كان عربيته صف تاني وخايف تاخد مخالفة، أو عشان رجله وجعته، أو علشان عايز يروح وأنا إيه اللي جابني هنا، أو أي حاجة من دي، واخد بالك إزاي؟ فهذه الطريقة دي بدعة ابتدعها جهلة الأئمة، وهي ترضي العوام. العوام بينبسطوا قوي منها، لكن العلماء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيها كل حاجه. فيها كل حاجه. اللهم انك عفو كريم تحب فاعف عني وعن سائر المسلمين، فيها كل حاجه. واخد بالك؟ فلا داعي للاطاله. الشافعي عندهم ضابط ان فتره القنوت لا تزيد، لا تساوي ركن طويل. يعني لا تساوي مده القراءه. فإن زادت عن مدة القراءة بطلت الصلاة، لأنك أطلت ركن قصير مش ركن طويل، لأن الرفع من الركوع ركن قصير. وحد القصر والطول أنا قريت قد إيه؟ أنا قريت سورة الفاتحة وقريت ربع مثلا، خدوا مني 7 دقايق مثلا،
يبقى القنوط بتاعي لا يتجاوز 7 دقايق. لو هطول مهما طول ما يزيدش عن ال7 دقايق دي، فلو زاد عن ال7 دقايق دي تبطل الصلاة. ده عند الشافعية، وعند غيرنا يكره، وقع في الكراهة. واضح؟ يبقى الإنسان اللي عنده فقه ما يطولش زيادة عن اللزوم. وإحنا صلينا وراء علماء كتير من العلماء الكبار الأكابر الأولياء، كمان مش علماء عاديين، علماء أولياء، كانوا لا يكثروا من الدعاء كثير. كان يقول الدعاء الوارد وصلى الله عليه سيدنا محمد ويرد وخلاص. لكن حكاية الإطالة الزائدة دي جهل من الأئمة وأعجبت العوام. فبرجاء الأئمة اللي هنا اللي بيصلوا بالناس ما يمشوش خلف العوام، يدعي ويتجوز ويعلم الناس الأدب. عايز يطول في الدعاء بعد ما نسلم بقى هو يقعد قدامه الجامع فاضي، يقعد إن شاء الله بالليل يدعي، لكن ما يحبس الناس خلف. واضح؟ هيئات الصلاة. وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا. شفت بقى؟ بعضا أي الأبعاد، لأن السنن اللي فاتت سموها أبعاد. يبقى ما بيقول هيئات هي سنن، ليست بعضا وليست ركنا. الركن إذا نسيته ولم تأتي به بطلت الصلاة ولا يكبر بالسهو. والأبعاد لو نسيتها لا تأتيها طالما فات مكانها ويكبر بالسهو. والهيئات لو نسيتها لا سهو فيه، لا تسجد للسهو، والصلاة صحيحة. وهيئتها أي الصلاة، وأراد بهيئتها ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر بسجود السهو. 15 خصلة. أول حاجة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أول ما بتخش في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام دي ركن، والنية ركن، والقيام مع القدرة ركن. كويس؟ فشوف أنت بتعمل كام ركن مع بعض، النية وتكبيرة الإحرام والقيام، 3 في لحظة واحدة. كويس؟ ومعاهم سنة، معاهم سنة وهي رفع اليدين. يبقى رفع اليد أثناء تكبيرة الإحرام دي سنة. ممكن تدخل الصلاة بلا رفع اليد، تقول الله أكبر وخلاص وتقرأ الفتحة ماشي، لكن الأفضل ترفع يدك حذوة من كبيك مع تكبيرة الإحرام، وليس قبلها كما يحدث عند كثير من العوام. في بعض الأئمة يعمل كده، الله أكبر، والرفعة جت بعدها، الرفعة جت قبلها. كده غلط، ما عملش السنة. السنة إنك أنت تخلي الرفع مع تكبيرة الإحرام وينتهي مع راء أكبر. يعني هو الله أكبر، يبقى جاية موازي لتكبيرة الإحرام. لا يقول مثلا الله أكبر وبعدين يعمل كده بعدها، ولا يرفع كده وبعدين إيه بعد ما ينزل يقول الله أكبر. لا، لازم مع بعض عشان يبقى طابق السنة. يبقى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه. وحذو المنكب صفة لكف الإيد، وشحمة الأذن صفة لأطراف الأصابع، لأن في بعض الأحاديث وردت بالأسانيد الصحيحة أن النبي كان يرفع يديه إلى شحمة أذنيه بيصف أطراف الأصابع. وفي أحاديث تانية وردت كان يرفع النبي يديه حذو منكبيه، بيصف الكف، كف الإيد حذو المنكبين، والأطراف الأصابع عند شحمة الأذن، في محاذاة شحمة الأذن. ولا يشترط أنك تلمسها، يعني في ناس بقى يقعدوا يلمسوها كده، لا ملهاش لازم، كفايه بالمسامته فقط. يبقى رفع اليدين عند تكبيره الاحرام الى حذو منكبيه. وفي مواضع اخرى لرفع اليدين، 4 مواضع الشافعي يرفعوا ايديهم في الصلاه. الاحناف ما يرفعوش ايديهم خالص، والمالكيه الا في تكبيره الاحرام فقط، ما عندهمش رفع تاني. بل عند الاحناف رفع الايد مكروه في غير تكبيرة الإحرام، عند الأحناف كده. وليهم ردود مع الشافعية ومناقشات يعني واشتباكات في الكتب جامدة، واخد بالك، على هذا الموضوع في كتب الفقه المقارن يعني. لكن الخلاصة أنه ثبت عن النبي بالأحاديث الصحيحة ولكنها ليست متواترة، أن النبي كان يرفع يديه في 4 مواضع في الصلاة. يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام،
ويرفع يديه عند إرادة الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط. دي مواضع رفع اليد، والشافعية أخذوا بها وقالوا بها، وكذا الحنابلة في قول عندهم وفي قول زي الأحناف. يبقى دي مواضع رفع اليد، وهي من الهيئات يعني من السنن التي لو تركتها لا تسجد لسه. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع يعني عند إرادة الركوع برضه، وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، دي حاجة تانية. أيوة طبعا هنا ما قالش إيه الموضع الرابع، ما قالوش، تلاقيه في الكتب بقى إيه المطولة لأن ده مختصر. يبقى عندنا الموضع الرابع اللي ما قالوش هنا، اللي هو عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، يرفع إيده كده. الحاجة الثانية بعد كده، وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، يضع يمسك اليمين، تمسك كوع اليسرى، تمسك كوع اليسرى، كوع اليسرى اللي هو مفصل الرسغ، لأن الكوع بلغة المصريين يطلق على المرفق. المصريين بيقولوا كلام غلط في العامية بتاعتهم، أما تيجي تقول للواحد مصري عامي فين كوعك، يشاور على المرفق، وهذا خطأ، ده المرفق، إنما الكوع أهو، الكوع أهو، هو ده، شايف الإبهام، ينزل الإبهام لعضلة كبيرة هنا يسموها المصريين كلوة الإيد، بعد كده عند التقاء الكف من جهة الإبهام مع الذراع الحتة دي يسموها الكوع، كويس؟ عشان كده المصريين العوام يقول لك إيه، بشرب المية من كعاني، يعني كده حط ايده كده يشرب من كوعه كده، واخد بالك؟ يقول سقاني المر من كعاني، يعني يبقى بيشرب من هنا، يبقى ده الكوع اللي بيشرب فيه، مش بيشرب من هنا، يبقى ده اسمه المرفق وده اسمه الكوع. الجماعة الجهلة اللي بيقروا كتب الفقه من غير شيخ سمعوا ان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، فراح مسك المرفق لأنه جاهل متصور إن ده الكوع، فيبقى علامة الجهل في الصلاة إنك تقف في الوقفة دي. كل اللي بيقفوا كده جهل، قروا من الكتاب وما سمعوش الشيخ، لأن النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، ولم يقل أحد أن النبي وضع يده على مرفق اليسرى، لم يحدث أبدا في أي وصف لصلاة النبي. طب والوضع ده إيه؟ صلاته صحيح لكنه مكروه، لكنه صلاته صحيح ولا يسجد للسهو، ليس فيه شيء، الصلاة صحيح، لكن هي علامة لجهله فقط. يبقى أنت بتمسك إيدك اليمنى تضعها على كوع اليسرى، تمسكها كده، والمسبحة تبقى مفرودة بمحاذاة الإيه؟ بمحاذاة الذراع كده أهو، ودي ملفوفة كده ماسكة، وده كده، والإبهام ماسك، تحطها فين؟ أعلى السرة وأسفل الصدر. سيدنا الإمام علي كان يحب يحطها عند السرة أو تحت السرة، سيدنا علي بن أبي طالب لما يوصفوا صلاة سيدنا علي كان يعمل كده، يبقى ما يجراش حاجة. لكن الشافعية اختيارهم إنها تكون تحت الصدر وأعلى السرة، في الوسط أو إلى اليسار قليل، ما يضرش، يعني الوضع اللي يريحك. طب ولو ما حطيتهاش وسبت ايدك كده، ما يجرش، صلاتك صحيح لكن خالف السنه، فاتته السنه، اللي يسموها الاسبال، اسبال اليدين، وهو اختيار المالكيه، وان كان الامام مالك لم يختارها، لكن هم فهموها في المدونه خطا وشاعت في مذهب المالكيه، لان الامام مالك سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه، اهو اعتماد؟ قال لا أعرفه، أي لا أعرفه اعتمادا، ولا أعرفه مش معناه لا أعرفه سنة، هما في ما لا أعرفه يعني في السنة، فقال لك يبقى ننزل يدينا كده. والإمام مالك بيجاوب على جهة تانية، وعشان كده العلماء المالكية كانوا يضعوا اليمنى على اليسرى لأن فاهمين،
العلماء الكبار من المالكية كانوا يرعوا اليمنى على اليسرى، والمالكية نفسهم ردوا على بعضهم وليهم مؤلفات في أن السنة في مذهب المالكية هو وضع اليمنى على اليسرى كالشافعية بالضبط، وبيردوا هم على بعضهم وليهم مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع. يبقى وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته، يعني بين السرة والصدر، هذه الحكاية بين السرة والصدر. ويكون وقت القراءة، يكون وقت القراءة، مفيش بقى حكاية بعد ما تقول سمع الله لمن حمده تعمل كده تاني، بيعملوا كده تاني، ما اعرفش بيعملوا جابوها منين، عشان الألباني قال كده في كتابه اللي هي صلاة النبي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليه كتاب الألباني صلاة النبي كأنك تراها، أدلة كلها ضعيفة والعمل على خلافها. لكن هم تملي طالما الناس ما بتعملش كده وورد بتاع يحبوا يخالف، دي طبيعة عندهم، عندهم شهوة المخالفة. فبرضه مش حكاية واردة انك انت ما تقول سمع الله لمن حمده تروح حاطط ايدك كده تاني، دي بتمسكها كده حال الوقوف مدة طويلة حتى تحبس يدك فلا تعبث، هو ده الهدف، حبس اليد من العبث أثناء القراءة. القراءة بتقعد مدة طويلة بتقرأ، انما انت بتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فما تطولش، فمش محتاج تحبس ايدك، فيعني ملاش حتى عله، واضح؟ يبقى الهدف اصلا من مسك الايد هو حبسها من الحركه ايه بالعبث فتره القراءه الطويله. يبقى وضع اليمين على الشمال ويكونان تحت صدري وفوق سرتي. بعد كده والتوجه، وهو دعاء التوجه، دعاء التوجه قول المصلي عقب التحرم، يعني عقب تكبيرة الإحرام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. الآية بتقول أول المسلمين، لكن أنت بتقوله دعاء فما تقولوش آية، فتقول وأنا من المسلمين، اللي يقول أول المسلمين ده النبي، لكن غير النبي يقول وأنا من المسلمين، كويس؟ لأنك أنت مش بتقول الآية. وفي أدعية أخرى للتوجه كثيرة غير هذا الدعاء، وعشان كده اكمنه ده أشهر الأدعية فسموه دعاء التوجه اللي هي فيه وجهك، لكن في أدعية كثيرة أخرى في المطولات مش مهم نقول لك عليها كتير دلوقتي عشان ما نطولش عليك، يعني ممكن تلجأ لها. وأقصرها تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويدخل في الفتح، يبقى عمل دعاء الاستفتاح، يعني أقصرها يعني. ولكن ممكن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفثي ونفخي، وبعدين يبدأ في الفتح. طيب لو هو قال تكبيرة الإحرام الله أكبر وبعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرع في الفاتحة، يبقى سقط وقت دعاء التوجه فلا يعود إليه، واضح؟ طالما تعوذ يبقى سقط وقته، لكن هو يقول قبل التعوذ، فإن تعوذ يشرع في الفاتحة، ما يقعدش بقى يقول دعاء التوجه بعد التعوذ، واضح؟ لأنه فات وقته. ودعاء التوجه مطلوب في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام في كل الصلوات للإمام والمأموم والمنفرد، وفي صلاة الجنازة لا يوجد دعاء توجه، صلاة الجنازة ما فيهاش دعاء توجه، بتبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسقط دعاء التوجه متى؟ إن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت، يعني أنا بصلي العصر والمغرب فاضل عليه دقيقتين، عايز اجيب ركعه من العصر قبل ما المغرب يدي عشان ادركه، فالوقت ضاق، يبقى اقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان واقرا الفاتحه بس، ومش مهم سوره كمان، واركع واجيب ركعه قبل ما المغرب تدي، عشان من ادرك من الركع من العصر ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. يبقى اذا ضاق الوقت سقط دعاء التوجه، ويسقط ايضا قراءه سوره بعد الفاتحه لادراك ركعه قبل فوات الوقت. وكذا يسقط دعاء التوجه إذا كنت مسبوقا وخايف إنك أنت تنشغل في دعاء التوجه يوم يفوتك وقت قراءة الفاتحة والإمام يركع،
فيبقى لو انا دخلت الصلاه مسبوق وكانوا هم واقفين بيصلوا، فانا لو قلت الله اكبر وقعدت اقول دعاء التوجه على ما خلصوا يقول الله اكبر ويركع، وانا ما قريتش الفاتحه وانا عندي الفاتحه ركن، فهمت؟ يبقى لو كنت مسبوق انشغل على طول بقراءه الفاتحه ولا انشغل بدعاء التوجه. طب لو انشغل بدعاء التوجه ولم يشرع في الفاتحه ثم ركع الامام، وجب عليه ان يتابع الامام وهذه الركعه لا تحسب، وبعدين الامام ما يسلم يجيب ركعه لانه لم يقرا فيها الفاتحه. واضح؟ بالرغم انه ادرك الركوع، ما هو لو ادرك الركوع مع الامام ادرك الركعه، ايوه لو ادركه في الركوع لانه غير مقصر، انما هنا ادركه قائما وقصر فلم يقرا الفاتحه فتسقط عنه الفاتحه الركعه كلها. واضح؟ دي كلها نقط دقيقه بتفوت على بعض المصلين تاخد بالك منها. يبقى متى يسقط دعاء التوجه؟ اذا ضاق الوقت، واذا كنت مسبوقا مخافه ان يركع الامام قبل ان تقرا الفاتحه، يبقى عليك انك انت تشرع على طول. والاستعاذه بعد دعاء التوجه بتستعيذ بالله وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم الرحيم الغفور الشديد العقاب ذي الطول من الشيطان الرجيم، كل ده ينفع لكن ما تطولش، هي أشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. وفي رواية عن النبي في دعاء التوجه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وبعدين يقرأ الفاتحة بعد كده بالبسملة ونفخ الشيطان اللي هو كبره، واخد بالك، ونفس الشيطان اللي هو السحر، وهمزه اللي هو اللبس الجنون نوع من الجنون. فبتستعيذ بالله من الشيطان من هذه الثلاث، من همزه ونفسه ونفخه. بعد كده الجهر في موضعه، دي من السنن ايضا من الهيئات، الجهر في موضعه. والجهر في موضعه وهو الصبح وأولة المغرب، الركعتين الاولتين من المغرب، والعشاء والركعتين الأولتان من العشاء، والجمعة وركعتي الجمعة، وكذا العيدان. بس كده سكت عندك؟ طيب تقول بقى والتراويح، واخد بالك، بتطوف وتصلي ونوافل الليل مطلقا يسن الجهر فيها، يبقى تزود دول لأن هنا بيختصر، يبقى هتزود. وصلاة خسوف القمر لأنها ليلية، إنما كسوف الشمس نهارية بتسر فيها الشافعية، يسر فيها الشافعية، يسر في كل الصلوات النهارية ويجر في كل الصلوات الليلية. واضح؟ عدا الجمعة والعيدين، عدا الجمعة والعيدين بس، دول نهارية ويجهروا فيها، لكن غير كده أي صلاة نهارية. يعني احنا هنصلي الضحى جماعه مع بعض، يجوز صلاتها جماعه يبقى سرا لان لو وقتها نهاري. واضح؟ ده عند الكل. لانها صلاه نهاري. طب افرض جهره في موضع الاصرار، صلاته صحيحه ولا سجود عليه للسهو. وافرض اصر في موضع الجهر، صلاته صحيحه ولا سجود للسهو، لان احنا قلنا دي من الهيئات، الجهر في موضعه والاصرار في موضعه دي من الهيئات. فلو جه في صلاة الظهر جهر ما بطلتش صلاة ولا حاجة، بس نقول له ما تعملش كده تاني والصلاة صحيحة وما يسجدش للسهو. ولو جه في صلاة العشاء ناسي أسر، سيبه يسر وانت اقرأ قراءتك وخلص الصلاة، وبعد كده أقول له ابقى أجهر يا عم الشيخ المرة الجاية، ولا سجود للسهو ولا نتخانق معاه ولا نزعل، الصلاة صحيحة ما فيهاش مشكلة. واضح؟ لا طبعا الجهر للإمام والمنفرد، المأموم ما بيجهرش مطلقا، المنفرد يجهر. الإصرار أنه يسمع نفسه ويحرك لسانه مش يجري القراءة على قلبه وإلا بطلت صلاته، يعني ما يقفش ساكت كده أهو ويجري الفاتحة على قلبه ويقول أنا صليت كده ما صلاش صلاته بطل، إلا لو أصيب بعطب في لسانه جاله جلطة ولا حاجة يبقى يجري الفاتحة على قلبه لأنه مريض. إنما لو إنسان سليم لابد أن يحرك، لأن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والقراءة في لغة العرب هو تحريك اللسان والشفتين مع إسماع النفس. واضح؟
لو صلى الصبح بعد طلوع الشمس يسر، ولو صلى العشاء بعد طلوع الشمس يسر، ولو قضى الظهر بعد العشاء يجهر. ايوه الشافعيه كده، عايز تبقى شافعي تمشي كده. يبقى العبره بوقت الاداء لا بمسمى الصلاه، العبره عند الشافعيه بوقت اداء الصلاه لا بمسمى الصلاه. يعني انا حصلي الصبح، نسيت ان انا صليت الصبح النهارده، نسيت وافتكرت وانا بصلي الظهر ان انا نسيت اصلي الصبح، كويس، اقوم اصلي الصبح اصرارا. ليه؟ لان انا بصلي في عز النهار، واضح؟ طيب انا جيت صليت العشاء دلوقتي وبعدين افتكرت ان انا كنت في شغلي طول النهار ونسيت اصلي الظهر، تصورت اني صليته وانا ما صليتوش، فتذكرت بعد ما اصلي العشاء اقوم اجيب الظهر واجهر في الركعتين الاولانيين، لان انا بقضي الظهر امتى؟ في الليل، واخد بالك؟ يبقى العبره بوقت الاداء لا بمسمى الصلاه. فهمت بقى المساله؟ ايوه اتفضل. اول لا في كل ركعه الاستعاده بعد قراءه قبل قراءه الفاتحه في كل ركعه، هذا هو الراجح. وفي وجه يقول لك في الركعه الاولى دون باقي الركعات، ده مرجوح وليس عليه الفتوى. ايوه في الجهريه يجهر بالبسمله، يعني الاستعاذه تكون سرا، لا يجهر بالاستعاذه، يجهر بالبسمله. انت الشافعي لابد ان يقرا الفاتحه في الصمت بين القراءه، الامام بين الفاتحه وبين السوره، غالبا الامام بين الفتحه وبين السوره بيسكت شويه، لو ما سكتش تقرا انت الفاتحه برضه، واخد بالك؟ ولك ان تقراها معه، يعني هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت يبلع ريقه، لحظه دي تقول انت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الحمد لله رب العالمين ويبلع ريقه، في اللحظه دي تقول الحمد لله رب العالمين، واخد بالك؟ يبقى خلص هو الفتحه الامام وانا خلصت مع الفتحه بتاعتي. ها؟ لو سبقته ما يضرش، لكن الافضل انك انت تاخر عن الامام لحظه، فافرض ان انا باخر لان الامام انما جعل الامام ليؤتم به، فالاحسن يبقى الامام سبقك ما تسويهوش، لان ده مكروه، فما تعملش المكروه، واخد بالك؟ فانت احسن في فتره صمته تقول الايه. طب هنيجي في الآية الأخيرة ويقول ولا الضالين وأنا ما كملتاش، أبطل قرايتي وأقول آمين وأكمل، فآمين لا تقطع الموالاة، آمين لا تقطع الموالاة، لكن أخذ أنا حظي من آمين خلف الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الإمام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فهمت؟ يعني افرض إن أنا بقول مثلا إيه غير المغضوب عليهم، وكان الإمام بيقول إيه ولا الضالين، أقطع قرايتي وأقول آمين مع المصلين، وبعد ما اخلص مع المصلين اقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين، ابني على ما سبق، واضح؟ فيبقى امين لا تقطع الموالاه، وكذا لو اعتصت وقلت الحمد لله لا تقطع الموالاه. لو دخلت ولقيت الامام خلص الفاتحه وبيقرا لازم تقرا الفاتحه. الفاتحه عند الشافعيه ركن اساسي للامام والماموم والمنفرد، ولو ما أراهاش ما تتحسبش ركعة. لو أدركهم في الركوع بس للمسبوق في الركعة اللي هو الأولانية دي، لكن افرض أنا في الثانية، أنا واقف مع الإمام في الثانية وماشي حلو قوي، بس أنا من تعبي لقيت نفسي بقرأ التشهد ما بقراش الفتحة. بتحصل، أنا بتحصل معايا شخصيا ساعات، يبقى مر عليا يوم ما نمتش وشغلت طول النهار ألاقي نفسي وأنا واقف اظبط نفسي كده ان انا قاعد اقرا التشهد وانا المفروض اقرا الفتحه. فهمت؟ فافرض ان انا حصل للحكايه دي، اروح اقطع التشهد اوقف واقول الفتح. طب افرض ان انا ماموم التوقيت مش في ايدي، الامام هيقول الله اكبر ويركع، فمش هعرف اتابع الامام والركعه دي ما اتحسبتش، واما يسلم اقوم اجيب ركعه لاني ما قريتش الفتح. واضح؟ فهمت بقى المساله؟ ها؟ لا ما يجراش حاجة، يعني لو هو أسر في جهرية أو جهر في سرية تتابع الإمام، وحتى مش مهم تنبهه كمان،
لان انت ممكن تقول له سبحان الله ما يفهمش. الافضل تتابعه وما تقولوش حاجه، وبعد الصلاه تبقى تنبهه. يبقى والجهر في موضعه والاصرار في موضعه. والاصرار في موضعه في بقيه الصلوات بقى اللي احنا ما قلناهاش دي معروفه. والتامين كل دي سنن، اي قول امين عقب الفاتحه لقارئها في صلاه وغيرها، يعني حتى في غير الصلاه برضه تقول امين، احنا بنقرا الفاتحه دلوقتي قبل الدرس نقول برضه امين. وفي الصلاه نقول برضه امين. وامين بمد البدل امين. يقول امين يخض الناس كده طالع موضه اليمن. معرفش بيطلعوا الموضه دي كل مره شويه يطلعوا لك موضه. تلاقي الامام كده امين. طب ما احنا طول عمرنا من قبل ما نتولد وابائنا يقول لك امين مستريحه كده بمد البدل. ومد البدل حركتين. مثلا امين زي اتيناه زي اتاه. وامنوا اما تبقى الهمزه على السطر بيسموه مد بدل. واخد بالك ازاي؟ مد البدل عند الورش في قراءة ورش ممكن يبقى حركتين واربعة وستة كمان في قراءة ورش، فوارد يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حكاية ايه الموضة اللي بيطلعها بعض الأئمة كده والناس تقلد على اعتقاد ان اللي قبل كده كله غلط وده يا دوب اكتشف الصح النهاردة. عايزين نبطل الحكاية دي لأن آبائنا وأجدادنا كانوا ماشيين على الصح، واللي بيخالفهم لعلمك هو اللي بيطلع غلط. تأمل لما تخالف الناس على ما اعتادوه هتدور تلاقي المخالف هو اللي غلطان. لأن الناس خدت الصلاة دي، أصل إحنا الصلاة دي بنكررها كل يوم خمس مرات من يوم ما بنتولد لحد ما بنموت، يعني حاجة ما بتخفاش. فهمت؟ فإحنا طول عمرنا شايفين الناس في أرياف وفي الصحارى وفي المدن وفي كل حتة بيقولوا آمين. يجي لك بعد كده واحد يقول لك آمين، أصل هنا مش موضع مد. يا سلام، يعني أنت اللي اكتشفتها بتنقب عن البترول فوجدتها كده في السكة. يعني نبطل الحكاية دي. وبعدين مثلا يعني هي آمين تقولها مستريحة كده لأن العلم لكن يقول آمين دليل جهل، فنبطل حكاية الجهل. إيه؟ لا ده من وافق تأمين وتأمين الإمام والملائكة، فالإمام يقولها والمأموم يقولها معاه والملائكة بتقولها معاكم. يقوم إيه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. عند الشافعية يجهر الإمام والمأموم بآمين، وعند الأحناف يسر المأمومين بآمين والإمام اللي يجهر بآمين بس. واخد بالك؟ ده عند الأحناف. فلما تصلي مع أحناف تلاقي الإمام هو بس اللي بيقول آمين والباقيين بيقولوا سرا آمين. لكن الشافعية عندهم الجهر بآمين للإمام والمأموم، وده المشهور في المصريين. تصلي في أي مسجد تلاقي المصريين يعني إيه يقول لك آمين بصوت مسموع. ما فيهاش مشكلة. والتأمين أي قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها، ولكن في الصلاة آكد. ويؤمن المأموم مع تأميم إمامه ويجهر به. كويس؟ كل دي خاصة بالمذهب الشافعي. حتة ويجهر به المأموم دي خلافا للأحناف. وقراءة السورة بعد الفاتحة دي برضو من السنن، لأن نقرأ بعد الفاتحة سورة من السنن اللي هي الهيئات. طب انا لو اكتفيت بالفاتحه وما قريتش السوره الصلاه صحيح ولا تسجد للسهو عند الشافعي، ولكن عند المالكيه عندهم وجه انك تسجد للسهو. طب ومتى لا اقرا السوره ويكون من الفقه عدم قراءه السوره؟ لو بصلي تحيه مسجد وقت خطبه الجمعه، يعني دخلت والخطيب بيخطب الجمعه وانا هصلي تحيه مسجد، يبقى اتجوز فيهما. اتجوز فيهما يعني اقرا الفاتحه بس واركع اعمل الاركان عشان انصت للخطبه. ومتى ايضا اترك السوره؟ لو ضاق الوقت ما اقعدش انا اقرا الفاتحه والسوره والاقي الاذان بتاع الصلاه اللي بعدها اذن وانا ما ادركتش ركعه من الصلاه اللي بصليها. واضح؟ يبقى احيانا يكون ترك السوره بعد الفاتحه هو الفقه. واضح؟ وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد، يعني المأموم ما بيقرأ السورة بعد الفتح. واضح؟ لأنه بينصت للإمام في الوقت ده، لكن المأموم يقرأ سورة بعد الفتحة في السرية
يعني في صلاة الظهر دي سرية، اقرأ الفاتحة والسورة على ما الإمام يركع أكون ركعت معاه، فهمت؟ يبقى وقراءة السورة بعد الفاتحة لإمام ومنفرد في ركعتي الصبح وأولتي غيرها، وتكون قراءة السورة بعد الفاتحة، فلو قدم السورة عليها لم تحسب. افرض أنت برضو ناسي زي حالاتي كده، قلت الله أكبر وبدأت تقرأ في السورة مش الفاتحة، أي سورة، وتذكرت أنك ما قريتش الفاتحة، تقوم توقف القراية وتقول الفاتحة واللي قريته الوقت ده ما يتحسبش سورة، يتحسب تلاوة تاخد ثوابها بس ما تحسبش سنة سورة بعد الفاتحة، تقوم تجيب بعد الفاتحة سورة، ولا تكتفي تقول ما يجراش حاجة، أنا جبت كده وبعدين هم بقى الملائكة مش بتأيد العمل ترتبها لي هي بقى براحتها. قلت لي دي مكان دي، لا فهمت؟ لا ما يسجدش لسه، أصلا لو نسي السورة ما قراهاش ما تسجد لسه، ولو تعمد عدم قراءتها لا يسجد لسه. إحنا قلنا كل الهيئات دي لا سجود للسهو. وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الخفض للركوع والسجود والرفع، أي رفع الصلب من السجود إلى القيام. هو كتب هنا والتكبيرات والرفع الصلب من الركوع، عندك هنا عند الخفض للركوع. طب واقرأ بعد كده، طب وانت ما بترفع صلبك من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده كده برضه، هي فيها خطأ هنا عايز يراجع حقه، يقول والرفع ايه رفع، طيب والرفع اي رفع الصلب من الركوع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع، يبقى فيها خلط، الجملة دي عايزة تنضبط فتراجع بقى في الأصول، لأن أنا عندي برضو النسخة بتاعتي فيها خطأ في الحتة دي عايزة تتراجع عشان تضبط العبارة. لكن التكبيرات الانتقالية معروفة، وهي بتكبر للركوع وتكبر للهوي للسجود وتكبر للرفع من السجدة الأولى وللسجدة الثانية تكبيرة، ولإيه للرفع من الثانية للركعة من التكبيرة الثانية للركعة الأولى، وأيضا تكبيرة بعد التشهد الأوسط لبدء إيه الركعة الثالثة، فدي معروفة تكبيرات الانتقال، وكذا لسجود لسجود التلاوة والرفع منه في تكبيرات، لسجود التلاوة والرفع منه في تكبيرات، يعني أنا بقرأ آية فيها سورة فيها آية سجدة فبقول الله أكبر وأسجد، بقول الله أكبر وأرفع، كل ده يسن فيها هذه الأشياء. لكن الرفع بقى من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، ده ذكر الرفع سمع الله لمن حمده، واما بتقف تقول ربنا ولك الحمد، يبقى ذكر الايه الانتصاب بعد الركوع سمع ربنا ولك الحمد، وحال الرفع تقول سمع الله لمن حمده الامام والمأموم، يا الامام والمأموم، خلافا للاحناف عندهم الامام هو اللي يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد بالواو او لك الحمد بغير واو، الاثنين واردين، يعني ربنا لك الحمد في رواية برضو ربنا ولك الحمد بالواو، والاثنين واردين صح، واختيار الشافعية بالواو أفضل. عند الشافعية كده المأموم يقول سمع الله لمن، لأن أصل سمع الله لمن حمده دي ذكر الرفع، وربنا ولك الحمد ده ذكر الانتصاب، واخد بالك فكل حاجة ليها الذكر بتاعها. عشان كده لما بيبقى فيه مبلغ المبلغ يقول لك ربنا ولك الحمد، مش كده برضو المبلغ ده مذهب الأحناف، ده مبلغ حنفي، عارف لو مبلغ شافعي يقول سمع الله لمن حمد، ده زي الإمام بالظبط، واضح؟ إنما لما بيقول ربنا ولك الحمد، لأن مذهب الأحناف كان منتشر زمان والناس بتعمل التبليغ على ما اشتهر عندهم، لكن من حيث المذهب فالمبلغ يقول برضه سمع الله لمن حمده عند الشافعية زي ما الإمام بيقول سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، ولو قال حمد الله سمع من حمد الله سمع له كفى، يعني جابها ركبها بطريقة تانية لكن نفس المعنى. طبعا ما حدش بيقول كده، لكن هم الفقهاء بيحبوا يعني يقول لك ان ايه لا يشترط اللفظ بالذات بترتيبه يعني لانها ليست قرانيه يعني، فهمت ازاي؟ فالفقيه عايز يقول لك كده.
لكن ما حدش بيقول طبعا إلا سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله منه حمده، يبقى سمع الله يعني تقبل الله منه، لأن سماع الله يكون للقبول، علامة القبول. وجازاه عليه يعني أعطاه ثواب. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، هنا جايبها لك الحمد، وفي رواية ولك الحمد اللي تنفع الاثنين بالواو وغير واو، والأفضل الواو ولك الحمد، لما فيها زيادة المبنى، وزيادة المبنى ثوابه أعلى. والروايتين وردوا في الصحيح. والتسبيح في الركوع والسجود، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ده أدنى الكمال، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ده أدنى الكمال، يعني ما يقلش عن كده. كويس. طب وأقصى الكمال في الجماعة 11 لو كنت مأموم، في الركعة الأولى تبقى 11، الركعة الثانية خليهم 9، وفي الثالثة خليهم 7، وفي الرابعة تخليهم 3 أو 5، عشان السنة إنك أنت تكون الركعة الأولى أطول الركعات، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر. إيه؟ لأن النبي كان يفعل ذلك، فلا يطيل في الركعات الأخيرة زي ما بيفعل بعض جهلة الأئمة، يجي لك السجود الأخير خالص يطول فيه قوي، قال يعني صعبان عليه هيخلص الصلاة بقى. دي كل ده شغل جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية، والثانية أكثر من الثالثة، والثالثة أكثر من الرابعة، وأكثر ركعتي الرابعة. كويس؟ فأنت ممكن تقسمها بتاع. بيغير نظم الصلاة النبوية. نظم الصلاة النبوية هي أكمل الصلوات. واخد بالك إزاي؟ فأنت تدعي بعد الصلاة ما يجراش حاجة. نظم الصلاة النبوية أعلى من إن أنا أدعي، وغير نظم الصلاة. واخد بالك؟ لا هو يطول في الأولى. شوف السنة بقى. لا 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 مش الأولى والرابعة. السنة يطول في الأولى. عشان الكل يدرك. لا لكن هو للأسف ما بيطولش في الأولى ويطول في الرابعة، فما بيرعيش السنة. هو لو طول في الأولى هيدرك الناس كلها. خدت بالك؟ اه طبعا تقول زي ما انت عايز، في أدعية كتيرة واردة بقى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرره، وكان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض. في أدعية كثيرة في كتب الأذكار بقى. واخد بالك ازاي؟ زي ما انت عايز تقول اي صيغه حمد تقولها، لكن لا تطيل الرفع من الركوع اكثر من القيام للقراءه، والا نظم الصلاه هيتغير، لان الرفع من الركوع ركن قصير فلا يساوي الطويل، انما القيام للقراءه ركن طويل. واخد بالك؟ فما تخليش الركن القصير يشبه الركن الطويل. والتسبيح في الركوع وادنى الكمال التسبيح سبحان ربي العظيم ثلاثه، والتسبيح في السجود أدنى الكمال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاثا، والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور اللي هو 11 زي ما قلت لك، 11 و9 و7 وكده. ولازم تقولها بالراحة، مش طريقة البسبسة بقى تقوم القطة تبص لك وأنت بتقول إيه، كأنك بتنادي على قطة. لا تقولها بالراحة كده سبحان ربي، يعني لو قلتها 3 مرات بالراحة أحسن ما تقولها 10 مرات وأنت ما أدركتش أنت قلت إيه. كويس؟ وبعدين يسن انك انت تقول وبحمده، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبح بحمد ربك واستغفره، اللهم اغفر لي، يبقى ده الاكمل بقى. يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم اغفر لي، ده في السجود في حال السجود. طب وفي حال الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، ممكن تقول اللهم اغفر لي، وبعض الفقهاء يقول لك لا ما يقولش في الركوع اللهم اغفر لي لان ليس موضع دعاء، ولكن ورد ايضا في سنن ابي داود انه كان يقول في حال الركوع اللهم اغفر لي ردا على هؤلاء الفقهاء. واضح؟
يبقى انت ممكن في حال الركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر، وتكرر كده ثلاثة، وبعدين ترفع السجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حلوة جميل، واخد بالك؟ دعيت لنفسك ولأولادك ولأمك وأبيك وللمؤمنين كلهم. وعارف اللي بيدعي للمؤمنين بياخد حسنات بعدد المؤمنين، شوف بقى عدد المؤمنين دول مليارات بما فيها الأمم السابقة وبما فيهم اللي لسه هيتولدوا. فبتقول أنت كلمة في لحظة لطيفة إلا أنها ثواب كبير جدا، واخد بالك؟ لما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير وبين السجدتين برضه، كان حق يقول وبين السجدتين، أنت بتوضع يدك على فخذيك في الجلوس بين السجدتين وعند قراءة التشهد الأوسط وعند قراءة التشهد الأخير. بس اليد اليمنى بتعقدها واليد اليسرى بتحطها مبسوطة الأصابع مضمومة في اتجاه القبلة مفتوحة الإبهام وأطراف الأصابع على الركبة. أيوه حاضر، لسه حاول الصبر جميل. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير، يبسط اليد اليسرى كويس، يبسطها كده بحيث تسامت رؤوسها الركبة، ويقبض اليد اليمنى أي أصابعها إلا المسبحة من اليمنى، يفضل مدللها كده ونايمة كده ويقبضها. إزاي؟ موصوف كذا طريقة، إن هو يحط يضم الخنصر والبنصر ويمسك طرف الإبهام بطرف الوسطى ويسيب الإيه السبابة كده، السبابة بنسميها في اليمنى الموحدة كويس، وتفضل الموحدة كده نايمة لحد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يروح رافعها ومثبتها مرفوعة لحد ما يسلم. واضح؟ ونظر وحال قراءة التشهد إلى مسبحته، يبقى النظر حال القراءة إلى موضع السجود ده عند الشافعية، وحال الركوع إلى قدميك، وحال السجود موضع ما انت ساجد، وحال قراءة التشهد إلى مسبحه. دي مواضع النظر في الصلاة. عند المالكية النظر أمامك مش لموضع السجود، قال لأن هذا يخل بقيام الرقبة، لأن الرقبة مطلوب أنها تبقى قائمة أيضا، لأن قايلين القيام مع القدرة، فلو نظرت موضع السجود هتبقى موطي كده. لكن الشافعية بيقول لك لا، ما هو مش هيوطي برقبته، ده بينظر بعينه وليس برقبته، بيردوا على الملكية. الملكية قالوا النظر للمواجهة في حال القيام وليس إلى موضع السجود مخافة أن يخل بحال القيام بتاع الرقبة. واضح؟ الشافعية قالوا لا، ينظر إلى موضع السجود بطرفه لا برقبته، واخد بالك؟ وهذا لا يخل. فدي تفاصيل في المذاهب يعني. يبقى المالكية عندهم يحرك السبابة طول ما بيقرأ التشهد لحد ما يسلم، المالكية اختاروا التحريك، الشافعية اختاروا التثبيت لأن قالوا إن الحركة ضد الخشوع في الصلاة. واضح؟ ولو حرك مكروه عند الشافعية، لو حرك مكروه عند الشافعية، والصلاة صحيحة. ويشير بسبابة اليمنى، ما يشيرش باليمنى واليسرى، يشير باليمنى بس، الملكية يرفع يحركوها، لكن الشافعية لا، الشافعية يرفعوها عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله، يرفعها ويثبتها لحد ما يسلم. واضح؟ فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا. في طريقة تانية للقبض برضه رواها الإمام ابن ماجه في سننه، أنه يضع طرف الإبهام عند وسط المسبح الوسط، كويس كده هو، يبقى كده هو في العقلة الوسطانية يعني، ودول مقبوضين كده. وفي طريقة تانية يبقوا الطرفين كده، الاثنين واردين عن النبي، اللي تختاره يمشي كويس. متشهدا فإنه يشير بها رافعا لها حال كونه متشهدا
وذلك عند قول إلا الله ولا يحركها، فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح، مقابل الأصح تبطل إن زاد عن 3 حركات متتاليات، مقابل الأصح عند الشافعية تبطل إن زاد عن 3 حركات متتاليات، لأن أقصى حاجة 3 حركات متتالية، فما زاد عن ذلك تبقى حركات خارجة عن الصلاة والخشوع فتبطلها، ولكن الرجع أنها لا تبطل في الأصح حتى ولو حركها طول زي الملكية. والافتراش في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة، جلوس الاستراحة اللي هو الجلوس بعد الركعة بعد السجدة الثانية قبل ما يقف للإيه للثانية، وبعد السجدة الثانية قبل ما يقف للرابعة، ده اسمه جلوس استراحة. الشافعية عندهم سنة جلوس الاستراحة، والمالكية قالوا إن النبي فعله لما كبر، فليست هو سنة ولكنها هي عادة لما كبر يستريح. الشافعية خدوا آخر مكان عليه النبي هو الكمال، فيبقى جلسة الاستراحة عند الشافعية سنة للشاب وللعجوز كله يجلس استراحة. وحال جلوس الاستراحة يفترش رجله اليمنى زي نفس وضعها وهو بيقرأ التشهد الأوسط. وذكر جلوس الاستراحة إيه؟ الصمت، الصمت لا ذكر فيه، واضح؟ الصمت، ذكر جلوس الاستراحة الصمت، وبعدين يكبر لما يقف، واضح؟ وحد خد بالك، افرض انه هو جلس جلسة الاستراحة ظنا منها انها الركعة الثانية فقعد يقرأ التشهد، او ظنا منه انها الركعة الاخيرة فقعد يقرأ التشهد، وبعدين تذكر فقام يجيب الركعة، هل عليه سجود سهو ام لا؟ ينظر، ان كان جلسته للاستراحة طالت الى حد نصف التشهد عليه سجود سهو، ان كانت اقل من نصف التشهد لا سجود سهو عليه لانها وافقت جلسة الاستراحة. فهمت التفريعة دي؟ تفريعة مهمة تاخد بالك دي، بتجدها في حواشي الحواشي. ام لا، لو جلس الاستراحة وكبر وهو هيجلس استراحة هيخلي المأمومين يسبقوه، هيقفوا هما وهو قاعد بيستريح سعادة البيه الإمام، فكده يعمل مشكلة. فاهم؟ لو أنت هتجلس استراحة يبقى مش هتكبر، ترفع وتقعد لحظة وتكبر لما تقف، مراعاة للمأموم ألا يسبق الإمام، واضح؟ هو لما الإمام مالكش دعوة بيه بقى، أنت مش شرط تتابعه، هو الإمام قال الله أكبر وقف، أنت سمعت كده تروح، أنت تروح قاعد لحظة وبعدين تروح واقف وقال الله أكبر وتدرك الإمام، فأنت كل أعمالك خلف الإمام، فهو لو قعد لحظة أنت هتتابعه بعدها بلحظة، فهي نفس الحكاية. لا ما تسألوش جلس الاستراحة ولا ما جلست، أنت مالكش دعوة، أنت تجلسها وخلاص، خدت بالك؟ نصيحة بقى من شافعي مجرد دوانا، يعني في بعض الأئمة بيتسرعوا في قراءة الفاتحة جدا، درجة انك انت لو جلست الاستراحة وقفت مش هتدرك قراءة الفاتحة معاك، يبقى ما تسجدش ما تقعدش جلسة الاستراحة خلف الإمام ده، لأن انت عندك الفاتحة ركن وجلسة الاستراحة دي سنة من الهيئات. فهمت؟ فأنا ما ضيعش ركن ومتابعة الإمام ركن، واخد بالك؟ متابعة الإمام ضرورة، يبقى ما ضيعش أنا الحاجات دي كلها واجلس الاستراحة، يبقى أنا أكون خبير بالإمام اللي أنا بصلي خلفه. يعني أنا في واحد بصلي خلفه أنا أعرفه في سيدنا الحسين اسمه الشيخ فتحي، ده أنا لو خدت نفسي وأنا بقرأ الفاتحة يبقى إن شاء الله مش هدركه إلا في السجود مش في الركوع كمان، ده بيقرأ الفاتحة ما تفهمش إزاي مع بلعة ريقه خلص الفاتحة، ده أنا عارفه كده اسمه الشيخ فتحي، وبيقرأ حلو بس هو ربنا وهبه بسرعة، فده أول ما بصلي أنا خلف الشيخ فتحي أروح واخد نفس عميق وأطلع الفاتحة كلها في نفس واحد، وإلا لو قلتها في نفسين خلاص هيسبقني الشيخ فتحي. فأنت يبقى عندك خبرة بالإمام اللي أنت بتصلي خلف. طبعا خلف الشيخ فتحي ده ما فيش جلوس استراحة بقى، استراحة إيه؟ ده أنت يا دوب عليه على طول عشان تلحق الشيخ فتحي. فهمت؟ وأمثاله يعني.
لو حصلتش تكمل الفتحة تكملها بشرط انك انت تلحقه قبل ما يهوي للسجود، بمعنى هو ركع وانا في نص الفتحة اكمل انا الفتحة بحيث ان انا اخلصها واركع واقول سمع الله لمن حمده قبل ما يهوي هو للسجود. واضح؟ فهم؟ لكن لو حسيت ان هو هيهوي للسجود وانا لسه في الفتحة اسيبها واتابع الامام والركعة دي ما اتحسبتش، ولما يسلم اقوم انا اجيب ركعة. واضح؟ ما احنا المسألة دي قلناها، المسبوق لو دخل خلف الإمام وهو بيقرأ سورة يقرأ الفاتحة ولا ينشغل بإيه؟ بدعاء التوجه، فإن قرأ جزء من الفاتحة ثم سجد يبقى غير مقصر، يقطع الفاتحة ويتابع الإمام. لكن إمتى يبقى مقصر؟ لو هو دخل وراه مسبوق وانشغل بدعاء التوجه ولم يدرك قراءة الفتحة يبقى عليه ان يعيد الصلاة الركعة دي. واضح؟ دي قلناها في الأول. يبقى الافتراش في جميع الجلسات. يعني ايه الافتراش؟ يعني بيتني رجله اليسرى يقعد عليها ورجله اليمنى تفضل على هيئتها وهو ثابت. يفترش اليسرى يعني يقعد عليها، يتني اليسرى كده ويقعد عليها، اسمه افترشة. لكن في جلسة تانية اسمها التورك، بيمد رجله اليسرى قدام شوية عشان يقعد على وركه، دي في التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم ما لم يكن عليه سجود سهو أو حيجمع صلاة بعدها، يبقى يفترش أيضا. حتى الدقيقة بتفوت عليكم تاخد بالك منها. يعني التورك اللي هو الجلسة على وركه عند قراءة التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم، إلا متى لا يتورك في التشهد الأخير الذي يعقبه تسليم؟ إن كان عليه سجود سهو يبقى هيفترش برضه. واضح؟ أو هيجمع صلاة بعد هذه الفريضة، بيجمع الظهر والعصر مع بعضهم، فبعد ما هيسلم من هنا هيقوم يجيب الركع الفرد الثاني، يبقى ساعتها يفترش في الصلاة الأولى ويتورك في الصلاة الثانية. واضح؟ فهمت المسألة؟ ها؟ ما هو مش هيعقبه تسليم، هيفترش. احنا بنقول التورك في التشهد الذي يعقبه تسليم، المسبوق مش هيسلم يبقى ملوش تورك، هيقعد مفترش يقرا التشهد عشان الامام ما هيسلم هيوقف. فهمت؟ في اي صلاه، في اي صلاه في نهايتها يعقبه تسليم تتورك. طبعا في مذاهب ثانيه فيها تفاصيل، عند الاحناف ما عندهمش تورك خالص، عندهم الإقعاء وعندهم الافتراش بس، عندهم جلستين بس الأحناف في الصلاة. جلسة الإقعاء يعني على أطراف أصابع قدمه ويجلس كده على عقبيه، وده عند التشهد الأوسط وبين السجدتين، ده الأحناف. والافتراش عند قراءة التشهد الأوسط أو الأخير، ما عندهمش تورك خالص. المالكية ما عندهمش افتراش خالص، تورك بس في كل الجلسات. واضح؟ الشافعية قالوا إن الافتراش في كل الجلسات ما عدا الجلسة الأخيرة التي يعقبها تسليم، والحنابلة قالوا في الرباعية أو ما زاد عن سنتين، إنما لو صلاة ثنائية زي الصبح والجمعة فلا تورك فيها. واضح؟ فهمت بقى التفصيل المزاد؟ أوعى تتلخبط. ها؟ في التراويح علشان هتجيب دي ورا دي، انت بتصلي اثنين وتجيب اثنين وتروح تعمل ترويح بعد كل أربعة، يبقى في الركعتين التانيين اللي بعدهم ترويحة تتورك، والركعتين الأولانيين اللي هتجيب بعدهم ركعتين وتسلم ما تتوركش في التراويح. سهلة؟ ما فيش جلسة استراحة عند الرفع من سجود التلاوة، ما فيش جلسة استراحة عند الرفع من سجود التلاوة، سجدة التلاوة بتقوم على طول، ما فيش جلسة استراحة. واضح؟ أيوة. إيه تاني؟ ده اليمنى زي ما هي اليمنى، إنما اليسرى هي اللي بيبقى إيه ظهرها على الأرض وبتجلس كده على باطنها.
ده اسمه افتراش، عشان كده افتراش اليسر. واضح؟ اليمنى تقصد، بتتكلم على اليمنى؟ لا، اليمنى تفضل منصوبه كده والصوابع في اتجاه القبله زي وانت ساجد بالظبط، ما تغيرش موضعها. مريض بقى خلاص ان شاء الله يقعد يحط رجل على رجل بقى، ده مريض. احنا بنتكلم على انسان مش مريض. المريض ليس عليه حرج، يقعد القعده اللي تريحه. ايوه خلاص، يخلي رجليه زي موضعه وهو ساجد. وانت ساجد بتعمل ايه؟ بتخلي باطن الاصابع بقيت مش قادر، يبقى انت من اهل الاعذار. ما انت مش قادر يبقى من اهل الاعذار، ولا هقول لك بطل صلاه؟ هقول لك صلي حسب ما تستطيع، كويس. بس لكن احنا بنتكلم المستطيع اللي هو مفصله مطوعاه يعمل ايه؟ دي الهيئه الكامله اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، والنبي كان في بدنه صحيح ومفاصله صحيحه سليمه. المريض ليس عليه حرج، معلش ما يجراش حاجه، ده مريض بقى، صباع واوا مدوحس اي حاجه، معلش ما يجراش حاجه، خد بالك. ايوه مفصله عنده نقرس. ما هو التشهد الاخير قلنا بيتورك، والتشهد الاوسط بيفترش. ومتى لا يتورك في الاخير؟ لو كان عليه سجود سهو او هيجيب صلاه بعديه جمع. هنعيد تاني، لان التاني ما التاني مش رياضي، ما بقاش رياضي، يجي يتورك يروح واقع كده، لان الناس ما بتلعبش رياضه طول النهار قاعدين على المكاتب كده لما اسدوا يلعبوا رياضه. خلاص لو هتاذي اللي جنبك ما تتوركش، ما تتوركش عليه يعني. ايوه تتورك على وركك انت، انما ما تتوركش على اللي جنبك، هيزعل منك. لو انت عارف ان التورك بيخليك تسند على اللي جنبك ما تعملهاش، لان ايذاء المسلم حرام والتورك سنه، فما اعملش السنه واعمل حرام عشانها. لازم اوزن، اعرف مراتب الاحكام، فهمتني؟ يعني لو اداء السنه دي هيؤدي الى ان انا اذي اللي جنبي، طب ايذاء المسلم ده من الكبائر، والتورك سنه، لو اسيب السنه وما اعملش كبير احسن. واضح؟ فدي ما يجراش حاجه. والافتراش في جميع الجلسات الواقعه في الصلاه كجلوس الاستراحه والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الاول. والافتراش ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض اطراف اصابعها لجهه القبله. والتورك في الجلسه الاخيره من جلسات الصلاه وهي جلوس التشهد الاخير، والتورك مثل الافتراش، الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهه يمينه ويلصق وركه بالارض. اما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان. نزيد عليها: وكذلك من اراد جمع فريضه اخرى مع الاولى. دي تزودها. بعد كده: والتسليمه الثانيه. دي سنه معروفه، لان انت خرجت من الصلاه بالتسليمه الاولى، التسليمه الثانيه دي سنه من الهيئات، التسليمه الثانيه. واما الاولى فسبق انها من اركان الصلاه. لو اكتفيت بتسليمه واحده تسلم في المواجهه، هتقول السلام عليكم ورحمه الله في المواجهه كده، لو هتكتفي بتسليمه واحده. لكن لو التفت لليمين يبقى تجيب يسرى. واضح؟ والمرأة تخلف الرجل في خمسة أشياء، نقولها المرة الجاية. دي نقطة مهمة، لأن في ستات بتصلي صلاة رجالي، بشوفهم كده وكده غلط، لازم الست تعرف إن تخلف الرجل في خمسة أشياء في الصلاة، نقولها المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.